كابتن ماهر تشكيله كابتن ماهر شايفها مناسبه برضو في ظل الظروف اللي محمد يوسف بيمر بيها؟ شايف برضو وليد سليمان هل كان يجب ان يتم الدفع بيه ولا الاحتفاظ بيه للشوط الثاني في ظل خبراته الكبيره؟ بالظبط زي ما قلت كده ميدو وشريف قال ان احنا الظروف حتمت علينا هم دول اللي موجودين يعني فطبعا خارج هذه التشكيله اصابات كثيره جدا نجوم مؤثره بشكل كبير، لكن محمد يوسف ما عندوش حل غير المجموعه اللي موجوده بالنسبه له قدامه. وهو يمكن كلنا بنختلف على ان وليد يبدا او ما يبداش. وليد ما شاء الله يعني من بدايه المباراه هو وليد سليمان. يمكن محمد يوسف حاسس ان وليد ممكن يكون عنده شيء من الاجهاد. هو مش ممكن، هو اكيد فبيحاول ان هو يريحه على قد ما نقدر. لكن طبعا احنا محتاجين وليد في اي وقت. نتمنى ان احنا الشوط الاولاني تبقى الامور ميسره بالنسبه لنا، يبقى ربنا كرمنا بهدف بهدفين. ممكن كابتن محمد يوسف يفكر يمكن في اخر ربع ساعه اخر تلت ساعه اشراك وليد، لكن الله يقدر لو الظروف ما ساعدتناش من خلال الشوط الاولاني تاكد ان وليد سليمان من بدايه الشوط الثاني رسمي من خلال انطلاقه للمسانده بقى طبعا والمجهود اللي بيبذله وليد والاداء اللي بيأديه وليد خلال الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي يعتبر الورقه الرابحه للنادي الاهلي. اكيد كابتن اسامه طبعا انت مهتم بقطاع الناشئين في النادي الاهلي. اقول لك خبر ان احمد سراج بفرقه 2001 تغلبوا على نادي الزمالك في 100 عقبه بهدفين مقابل لا شيء.